السلام عليكم ورحمه الله. مره اخرى من السوق ديال اليوسفيه ورحبه الدجاج. رحبه الدجاج هذه دعوه للمجلس البلدي باش يحط لهم بركاسه هنايا. هاد الناس خاصهم بركاسه كبيره هنايا تحط وتبقى تهز، تحط مره واحده نهار الحد وتهز صافي في العشيه تهز، يحطوا فيها الناس هاد الروينه هادي، واللي ما اللي خالف هذيك الساعه راه غتاخذوا مع الاجراءات. هاد الترياب حتى هو خاص يحيد هنايا، هاد الترياب حتى هو يعني عطى الله الاخوان ما يدار في هاد السوق باش يتنقى. هاد الحاله ديال السوق راها مزريه وسنوات وهو على هاد الحال. دعوه للمجلس البلدي باش يشوف من حال هاد السوق هذا، ومشكورين على عمليه التنظيف اللي داروها داخل السوق جيت القزاره والنواحي. والسلام عليكم ورحمه الله.